السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بأحبائي في اليوم متابعي قناة إلكترو المصطفى. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد، ولا تنسونا من دعائكم. لدينا هذا الجهاز يعني لا يشتغل فيه شيء، سوف أقوم بتوصيله بالكهرباء، يعني لا يشتغل شيء في الواجهة. سوف نواصل شروحاتنا مع موقع PCBWay. الآن سوف نعرف عن جميع المعلومات. هنا مركز المنتج، يعني إذا نريد أن نعرف أي معلومة ندخل إلى هنا، نختار لوحة الدوائر مطبوعة هنا، يعني نضغط على أي رابط هنا وسوف نرى المعلومات. هنا SMD وهنا الجمعية الثنائي الفينيل متعدد الكولور، نختار أي اختيار نريد أن نعرف عليه أي معلومة. هنا تصميم وتخطيط ثنائي الفينيل متعدد الكولور، نضغط على أي رابط وسوف نذهب إليه ونعرف المعلومات عليه. سطح المظهر الخارجي، هنا تدريبات وتطويل، هنا يعني توجد جميع المعلومات. علم الميكانيكا، هنا تراكم الطبقات، هنا الأهم هو جودة التصميم، يعني نضغط هنا لكي نعرف جودة عن هذا التصنيع. هذا كل شيء سوف نحاول إن شاء الله إصلاحه. للإشارة هناك من سوف يقول لك يعني كم سوف تأخذ من هذا الجهاز إذا أصلحته. يعني نعم نعرف يعني يمكن أن تصلحه بعشرين درهم أو ثلاثين درهم، ولكن إذا قمت بإصلاح يعني إصلاحه لصاحبه، يعني هناك ناس فقراء يعني لا يستطيع أن يشتري جهاز آخر يعني في الوقت الحاضر، لا بأس أن تقوم بإصلاح له الجهاز. يمكن أن تصلحها بعشرين درهم أو ثلاثين درهم أو تصلح له مجانا. المهم سوف نقوم بفتح الجهاز ونرى ما هو مشكل هذا الجهاز. نقوم بفتح الجهاز، لأن الهدف هو الإصلاح ليس ما هو الجهاز الذي يعني قمنا بإصلاحه. يمكن أن يكون الجهاز رخيص، يمكن أن يكون غالي، هذا لا يهم، يعني الأهم هو أن تقوم بإصلاح أشياء الناس، هذا هو الهدف. هو الجهاز من الداخل، نضع هذا في أي مكان أرضي على هذا الشكل. نقوم بالقياس، هنا توجد يعني 20 فولت أو 19 فولت خاصة بالإشارة، يعني توجد هيا 12 فولت منخفضة، 4 فولت هنا أرضي، هنا مكان 3.3 فولت، يوجد 1 فولت. بما أن يعني يوجد 1 فولت، يعني سوف يكون المشكل في مسار 3 فولت. سوف نقوم بفصله عن الكهرباء، نقوم بفتح علبة التغذية. يعني دائما إذا وجدنا يعني مسار 5 فولت أو 3 فولت ناقص ومسار 12 فولت ناقص، لا يهم مسار 12 فولت، ولكن الذي يعني الفولت الذي يشتغل به الجهاز هو الفولت الصغير، هو 3 فولت 3.3 فولت أو 5 فولت على حسب كل جهاز ما هو الفولت الذي يوجد فيه. سوف نرى هل المكتف الكبير يحتفظ بالكهرباء أم لا. لا يحتفظ بها، فارغ. سوف نقوم بتتبع مسار 3.3 فولت، هي 3.3 فولت، هي يعني هذا الرجل هو الخاص ب 3.3 فولت، ومن هنا يعني هنا. نأتي الآن إلى طريقة تتبع المسار، هو الرجل الخاص ب 3.3 فولت، يمر إلى هذا الرجل الموجب من المكتف، هو الرجل الموجب السالب، يمر إلى هذا الملف، هذا الملف عبارة عن جرس، هو يمر إلى هذا المكتف الآخر إلى هذا الديود. هنا هو المكتف الخاص ب 3.3 فولت والمكتف الآخر، هذا المكتف الصغير يعني يظهر لي يعني جيد من الأعلى، هذا يعني يظهر لي ليس جيد. سوف أقوم بتغيير هذا المكتف، هذا المكتف فيه 1000
ألف عشرة سوف أقوم بنزعه. نعم يظهر فاسد هذا المكتف. ونأتي إلى مسار 12 فولت لكي نتأكد من 12 فولت. هو الرجل الثالث من هنا، يعني هذا هو مسار 12 فولت، يأتي إلى هنا إلى هنا، يأتي إلى هنا عبر هذا الملف. هو يوجد مكتف هنا، ها هو المكتف، وهذا المكتف يظهر لي يعني منتفخ قليلا من الأعلى. هذا المكتف خاص ب 12 فولت، هو أيضا يمكن أن يكون سبب خفض 12 فولت ربما. سوف أقوم هو أيضا بنزعه. يعني كما قلت سابقا، يعني يمكن أن تقوم بإصلاح هذه الأجهزة بسرعة، يعني سهلة، يمكن أن تصلحها في 5 دقائق فقط أو أقل. يعني يظهر منتفخ قليلا من الأعلى، سوف نقوم بتغييره. يعني قمت بنزع هذا المكتف في مسار 12 فولت، وجدت فيه يعني 470 10 فولت. على ما أظن هذه 12 فولت المكتوبة هنا يعني ليست صحيحة، تلاحظون هنا يعني مكتوبة 12 فولت ليست صحيحة. خمسة فولت تخرج من هذا الرجل الثالث من هنا، ليس 12 فولت كما مكتوبة هنا. لهذا هذا المكتف خاص ب 5 فولت، يعني 5 فولت التي وجدنا فيها 4 فولت، و 3.3 فولت وجدنا فيها 1 فولت. يعني المشكل من هذ المكتفين ان شاء الله سوف اقوم بتغييرهما. يعني كما قلت لكم سابقا، يعني دائما اذا يعني يكون الفولت الصغير يعني منخفض، دائما يكون المكتفات حتى على صاحب الجهاز قال لي بان يعني يأخذ بعض المرات يعني هذا الجهاز وقت لكي يشتغل، ولهذا يعني تأكدت بأن سوف يكون غير المكتفات. سوف أقوم بتغيير هذه المكتفات بنفس الرقم إن شاء الله. يعني سوف أقوم بتغيير ما بعده، يعني 1000 هذا في 1010، هذا 470 10 فولت. كل واحد سوف أقوم بوضعه في مكانه. يعني سوف أضع هذا في مكاني بهذا الشكل. سنضع هذا المكتف 1010 هو أيضا. الآن سوف نجرب ونقوم ب الآن سوف نجرب ونقوم ب الآن سوف نجرب ونقوم بالقياسات ونرى إن شاء الله سوف يتم إصلاح المشكل.
هذا هنا. سوف أوصل الجهاز بالكهرباء بسم الله، ونقوم بالقياس. هنا توجد 23 فولت الآن، يعني الفولت مطفي. الآن توجد 5 فولت، ما كان 3 فولت، الآن توجد 3.3 فولت، يعني تم إصلاح المشكل. نعم، ها هو تم إصلاح المشكل، يعني المشكل هو سبب هذه المكتفين، يعني هما سبب المشكل. هذا في مكتف، هذا المكتف في مسار 3.3 فولت، وهذا المكتف في مسار 5 فولت، يعني ليس 12 فولت المكتوبة في الجهاز، لأننا يعني مشيت على 12 فولت مكتوبة في الجهاز، ولكن موجودة 5 فولت ليس 12 فولت. تم إصلاح المشكل. هذا كل شيء، أتمنى أني موفق في الشرح. إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.